هي صاروخ، كان هنالك صوت لصاروخ سقط في منطقة الضاحية الجنوبية في منطقة الليلكي على وجه التحديد. هذه الضربة الثانية خلال نصف ساعة أو ساعة تقريبا. صلاح، ترى أعمدة الدخان الآن تتصاعد من المنطقة المستهدفة. نعم. أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة. لم يكن هنالك إنذارات، يعني لم يتم تناقل فكرة أو خبر وجود بإنذارات من قبل جيش الاحتلال القطني في تلك المناطق بأن المكان سيستهدف. نحن كنا نراقب الأوضاع من هذه التلة، الأوضاع في الضاحية، الضربات، لأن هنالك أعمدة الدخان على امتداد الضاحية. في حال ما حركنا الكاميرا يمينا سنرى أن هنالك 5 مواقع يمين، أكثر يمين محمد، سلسلة من الغارات، 5 مواقع تم استهدافها. هنالك موقعان عمليا تماما صلاح، موقعان ما كان الدخان يتصاعد منهما منذ يوم الأمس. كنا قد توجهنا لهما صباح اليوم في حي الجاموس، في منطقة الجاموس، ولكن هنالك مناطق عدة في الضاحية الجنوبية تعرضت لغارات خلال هذا اليوم صراحة، بمعنى أن الغارات بدأت بوتيرة عالية منذ صباح اليوم، منذ الظهيرة بعد الساعة 12 أو الساعة 1 بدأت الغارات بالاشتداد. أيضا يمكن ألا أعتقد أن كنا نشاهد هذه الطائرة، بمعنى أن أيضا مطار بيروت ما يزال يعمل ولم يتم استهدافه كما كانت وسائل الإعلام قد تنقلت خلال الفترة الماضية. المطار يعمل ولكن هنالك غارات على امتداد الضاحية في معظم أحياء الضاحية صلاح.